السلام عليكم يا خميس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. لقد ماتت بقرتي بالأمس. علمت ذلك وحزنت كثيرا. كنت أنتظر ولادتها حتى أبيعها وأرد لك المبلغ الذي اقترضته منك الشهر الماضي. عوض الله عليك. ولكن بعد موتها لا أستطيع رد هذا المبلغ في الموعد المحدد. لكن متى ستستطيع رده؟ بعد شهر على الأقل حتى أبيع المحصول. إذن ترده زائدا 100 ورقة عن الاتفاق السابق، فهمت؟ 100 ورقة؟ هذا كثير جدا. لن أستطيع رد هذا المبلغ بهذه الزيادة الهائلة. سأسجنك بالكمبيالة التي وقعت عليها بنفسك إذا لم تفعل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا تقول؟ أقول لا أقول شيئا، بل أقول السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا محمود؟ لم أرك منذ أيام. لقد مرض والدي مرضا شديدا ونقل إلى المستشفى، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له على وجه السرعة. لقد أحزنتني يا محمود. هاي، لماذا توقفتم عن العمل؟ كفاكم تكاسلا. لن يأخذ أحد منكم أجره حتى ينتهي من العمل الذي كلفته به. وهل أستطيع مساعدتك؟ نعم، أريد 1000 ورقة قرضا. ومتى ستردها؟ بعد عام إن شاء الله، بعد بيع محصول القطن. إذن ترده 2000. ماذا تقول؟ أقول ما سمعت. أنا جارك وتفعل معي هذا؟ أليس للجيرة حق عليك؟ فلتحمد الله أنك وجدت من يقرضك، وإلا فقل لي ماذا ستفعل إن رفضت إقراضك؟ أتترك والدك يموت في المستشفى؟ أخبرني. إن والدي له رب اسمه الكريم. آخر شيء كنت أتوقعه أن تفعل معي هذه الفعلة الدنيئة. فكر في الأمر جيداً، وإذا أردت المال أنا مستعد. أعوذ بالله أن أتعامل بالربا. أنت وشأنك. هيا أيها الكسالى، هيا أكملوا عملكم، هيا هيا تابعوا. يا مرحبا، منذ وقت طويل لم تزرنا في بلدتنا يا أخي. نعم، سامحني يا خميس، فأنت تعلم أني كنت كثير السفر في الفترة السابقة، وهذا ما منعني من زيارتكم. ولكن أخبرني، ما الذي طرأ عليك في هذه الفترة فجعلك من أغنى أغنياء القرية؟ لعل الأعمال التي تمارسها تدر عليك أرباحا وفيرة. نعم، فأنا لا أضع مالي إلا في المكان الذي أتأكد أنه سيعود علي منه ربح وفير. يا أبي، العم إبراهيم بالباب. فليتفضل يا بني. تفضل يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم إبراهيم، لا يوجد أحد غريب، فهذا حسين ابن خالتي. العم إبراهيم صديق والدي يرحمه الله. مرحبا يا عماه. مرحبا بك يا ولدي، لن أقطع حديثكما طويلا، فقد جئت في أمر أرجو ألا تخذلني فيه. هيا تفضل يا عم. تعلم أن الله لم يرزقني الولد، وأعيش أنا وزوجتي المريضة في بيت صغير، ومنذ أيام وجدت شقوقا كثيرة في جدران البيت، فخفت أن يهدم البيت فوقنا، فقررت إعادة بنائه. وكيف أساعدك في هذا الأمر؟ أريد منك 5000 ورقة قرضا. ومتى ستردها لي؟
بعد عام إن شاء الله. بعد عام؟ إذن تردها 7000 ورقة. سبعة آلاف ورقة؟ أتريد أن تربح من إقراضي يا خميس؟ ولما تريد أن تستفيد وحدك يا عم؟ فأنت تستفيد وأنا أستفيد أيضا. لا يا خميس، والله الغني عن أموالك، بعد إذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذا الذي تفعله يا خميس؟ ما فعلت شيئا، أردت أن أساعد الرجل فرفض مساعدتي. ألم تعلم أن هذا الذي طلبته هو الربا بعينه؟ ولما تسميه ربا؟ فلتسميه مهارة في اكتساب الأموال. هذه ليست مهارة، بل خسارة فادحة. ألم تسمع قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إنما أفعله مثل البيع والشراء، هل تحرم البيع والشراء؟ أنا لا أحلل ولا أحرم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا حسين، وفر نصائحك لنفسك. هل تريد مني أن أخرج أموالي هكذا يستفيد منها الناس ولا أستفيد أنا منها شيئا؟ ومن الذي قال إنك لو فرجت عن الفقراء ما هم فيه فلن تستفيد شيئا، بل ستسعد في الدنيا والآخرة؟ استمع إلى قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فالصدقة الله يزيدها لك، ولكن الربا الله يهلكه. إذن أفرج عن الناس وأموت أنا جوعا؟ ومن قال هذا؟ أمامك التجارة، كن تاجرا مسلما حقا، بدلا من أن تكون مصاص دماء. إذن أنت تريدني أن أعود فقيرا كما كنت؟ لا أريد أن تعود فقيرا، بل أريد أن تصبح طاهرا نقيا، فأنت لن تتحمل حربا من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله؟ نعم، استمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كفاك وعظا، هل جئت لتزورني أم جئت لتغير مسار حياتي؟ بل قدر الله أن أزورك في هذا الوقت لأن تشيلك مما أنت فيه، ولتعلم أن كل ما جمعته من الربا زائل لا محالة. استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. واستمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الله أكبر، الله أكبر، أنا ذاهب لصلاة العشاء، وأدعو الله أن يهديك، ولتفكر فيما سمعته الآن جيدا. السلام عليكم. النجدة يا أهل القرية، لقد اشتعل الحريق في منزل خبيس. إنه حريق رهيب، لم نرى مثله قط. اطلبوا النجدة فورا، لن نستطيع إطفاء الحريق إلا إذا حضرت المطافة. هيا ساعدونا، النجدة، هيا ساعدونا يا شباب. هيا خذ هاي. لا تبكي يا خميس، فهذا قضاء الله.
لقد ضاع كل شيء يا حسين. ألم أقل لك إنك لن تتحمل حربا من الله ورسوله؟ لعل الله أراد أن يطهرك من الربا في الدنيا حتى تلقاه يوم القيامة نقيا طاهرا، فهو القائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم نعم، لقد كنت في غفلة عظيمة، كنت أمص دماء أهل القرية الذين أنقذوني من الموت. وعندما تتوب إلى الله وتطهر من الربا سيحبك كل أهل قريتك. أشهد الله أنني لن أخذ شيئا من كل من أقرضته قرضا حتى رأس مالي، فهو صدقة لأهل القرية. أنت بذلك تطبق قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم اغفر لي. بإذن الله سيتقبل الله توبتك ويخلف عليك بالحلال. جزاك الله عني خيرا يا حسين. وجزاك مثله يا أخي. Ba 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 ba